انا قعدت مع عمرو دياب مره، قال لك ايه؟ لا هو معنى كلامه على العموم يعني زي ما انا قلت كده، النجاح ينفع توصلي له، صعب جدا تفتكري المعادله اللي انتي وصلتي للنجاح بيها، صعب جدا تفضلي فاكراها، لو فضلتي فاكراها هتفضلي ناجحه. ليه لكن صعب انك يعني تنساها؟ مع كل خطوه بتنجحي فيها لو انتي مش محظوظه بيزيد حواليكي مجموعه جايز يضللوكي من كتر حبهم فيكي، جايز يضللوكي من النفاق، جايز يطبلوا يضللوا، لك تقصد؟ ايوه يسقفوا، انا بسميها يسقفوا، جايز يضللوا علشان هم مش يسقفوا من يسقفوا كتر ما هم حابين زي ما بيقولوا مراية الحب عامية اي حاجة تعملها كويسة. فصعب جدا انك تبقي في حد ضللك قبل كده؟ في محاولات من اقرب الناس ليك؟ بس انا متأكد ان هو مش قصدين، ما عادي، هم ذوقهم عامل كده، ذوقهم او مزاجهم، يعني المصطلح اللي هو ايا كان بقى ايه مقاييس هو. النجاح عنده هو شايف ان هي الخطه اللي هو قالها لي اللي انا كنت شايف انها مش مفيده ليا. انا لعلمك بحب اسمع جدا اراء كل اللي حواليا، بس بتفلتر. لا انا بسمع الراي اللي زي ما بيقولوا جاي على الجرح، القاسي، الراي القاسي. لا اللي لو انا عندي مثلا حد بيقول لي مثلا وانا بسمعه، انا وانا بعمل الالبوم ده عملت 21 تراك، لو جه حد في تراك معين قال لي رامي التراك ده نص نص، وانا كان بيني وبين نفسي كنت حاسس انه نص نص، خلاص التراك ده اتشال.